السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا وأكرم محسن طلعنا الجبل هذا نحاول نصيد إحدى الصقور النادرة، وإحنا مخزنين تحت الطلحة هذه. انظروا إلى هذا الوادي الجميل، وهناك تقع الحمامة والمصيدة. هذه الحمامة والمصيدة طبعا فوق ظهرها. طبعا جنب باب سوق النود، وانا مخزن انا واكرم في هذا المكان. انظروا يا حياة يا شريمان، الله تحفينا من العمر. وسط غابة طبعا، هذه خبرة الصقور، خبرة الصيد تحتاج الى مهارة عالية. غابة، احنا في غابة الأدغال، غابة الأمازون. وهنا يقع حصن حد، معكم محبكم أيمن الزلم في باب سوق النود. جينا هنا لنصطاد إحدى الصقور الجميلة النادرة، وإن شاء الله هذا اليوم آخر يوم للصيد، لأنه معي أعمال كثيرة يجب أن أعملها قبل أن أسافر إلى أمريكا.